السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا عندنا سؤال من أحد الإخوة المتابعين، نسمع السؤال ونعطوه الجواب إن شاء الله. السلام عليكم، عندي اللمبة تاع الباتري تبقى شاعلة، كي كسيري تروح، مانيش عارف ورا المشكل. كي نكسيري تروح، نعاود نقلع كرا على الكسيراتور تعاود تشعل، مانيش عارف ورا المشكل. كاش واحد ولا عنده كاش حل ولا يقول هذا لا شارج شارجي. كي نقلع الباتري، كي نقلع لي كوس من الباتري تبقى شاعلة، ما طفاش الطونوبيل. المهم المشكل هذا تاع كي نكسيري تروح، طونوبيل مازوت انف. الله يستركم، كش واحد ولا هكا عنده كاش حل ولا يقول لي عليه. السلام عليكم. تو بعد ما سمعنا منه السؤال نعطوه الجواب ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه فيها المولد او الدينامو ما يعبيش البطارية، يعني ما يسرجيش، يعني اللمبة الحمراء دي ما تشعل وتطفى، تشعل وتطفى، يعني ديباناج، يعني ك يعني يعني عمليه اوليه للانسان باش ما يقعدش ملوح في مكان معين. كعمليه مبدئيه يقدر يفك الغطاء هذا، يبدو ما في شيء، ما يشد شيء الغطاء هذا، بعد ما يفك البولنات نتاع اللي شادين الكابل هذا نتاع الباتري، وينحي الفيشه ويجبدو يخرج معاه، ما في شيء، ما شادو شيء، يجبدو يخرج. كي يخرج هذه البورت شربون، هذه اللي هي فيها الشربونات، فيها ثلاثة بولنات شادينها، اللي هما واحد اثنين ثلاثة، يفكهم ويجبدها. كي يجبدها ويشوف الشربونات، شفتوا هنا الشربونات ميتين ما عادش فيهم. باهي، هنا عندنا الاندوي تعب شوية لا محال، لكن الإنسان كان باش يديباني روحه، يعني باش ينجم باش يخدم بها أو باش يواصل بها لمكان معين، على الأقل ينجم يبدل زوج شربونات هذوما اللي هما كيما هذا، هذوما اثنين ينجم يبدلهم، يعني بالحام هنا شوية، الحام هنا وبدل كل كعبتين يبدلهم وحده، ويواصل بها على الاقل اني يبدل الاندوي هذايا او يبدل الانترنت كامل. تشوفون الاندوي كيما تاكل، هذه عمليه مبدئيه في والمحرك راكب، يعني والانترنت راكب في مكانه في المحرك، كيما الانترنت راكب في المحرك فيها شويه صعوبه، لكن ينجم الانسان يديباني راسه ويركب حاجه كيما هذه ما فيها شيء. قبل ما يركب هذوما الشربونات فما الاخطاء هذا لازم ينحيه، اللي هو يغطي على الشربونات هذي، يغطي على الشربونات هذوما، شفتهم يغطي هنا، يجي يغطي على هذا هنا، شفتوا يغطي هذا، يغطي على الشربونات، شفتوا هذا يفكه، يجبدها هكا يبدا ويجبد البور شربون من مكانه. وفي التركيب كيف يركبها هي الاولى، بعد يركب الغطاء باش ما يكسرش الشربونات هذوما، ويشوف باش على الاقل يواصل بها ويكمل بها المشوار اللي واحد شبيها، لين يبدل دينامو كامل ويصلح اموره. نقدر نحطوها هذيك هكاك في بلاصتها مكانها من غير غطاء، وبعد نخلطوه الغطاء ونركبوا البونات نتاعنا هما الثلاثة هذوما. هاي ركب الغطاء. طبعا كبسنا الثلاثة بونات هذوما اللي يشدوا البورت شارمون، نجيبوا للغطاء هذايا اللي هو علاش يخلوا الغطاء هذايا لبرا؟ باش انت تشوف الشارمونات دخلوا مكانهم ولا لا. والا فما مسمار تحطه هنا، تحطه قبل ما تحط الشرمونات في بلاصتهم، يعني تحط طرف تل ولا مسمار وتحطها. هذا هو هيك افضل، انك الناحيه هذيا وتشوف الشرمونات داخل من بلاصتهم ولا، وترجعها هي في مكانها، عندها حرف تدخل فيه، شفتوا عندها حرف تدخل فيه هكا، دخلها تغطيها بها الشرمونات وتقعد غادي ما عاد فيها شيء، ونرجع نركبوا الكوس الباتري نتاعنا اللي هو والفيشه نتاع الشارج، ونجربوا نخدموا الانترنت نشوفوا يشارجي ولا لا. تركب عليه ساق قبل ما هذاك ركب. كملنا خدمناها تو بلاش غطاء، لان باش نشوفوا اللي ترى العمليه نجحت ولا لا. تبا لاباس، يعني تو الشارج ولا رجع يشارجي، ما عادش فما حتى مشكل، نقدروا نرجعوا احنا من الغطاء نتاعنا وكل شيء ان شاء الله. تنفعكم حالكم هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المشكل هذا عنده عده اسباب اللي تخلي اللمبه اللي نقول احنا تغمز، تشعل وتطفى تشعل وتطفى، رغم اللي الشارج يبدا يشارجي، يعني انما كون يقيس الشارج تبقى يشارجي اقل من 12 فولت.
حتى ولو لقاه يشارج 12 فولت لقاه يشارج بشربونه واحده مثلا. اول ما لازم يفحص الكروه هذه، يفحص الكروه هذه يكون مرخوفه ولا حاجه، هذه تعملها. وفما بولي هنا يسموها ديبريابل او بولي نتاع الترناتير باللومبرياج، هذه ساعات تبدا اللومبرياج يخرب، يعني هذه البولي اللي يجي في الانترناتير، هذه القطعه هذه. والا السبت بيدها مرخوفه، هذا الاحتمال الاول. الاحتمال الثاني اللي هو اكثر يعني يكون اكثر سبب، هو الشربونات نتاع الانترناتير. تلقى الشربونات هذوما اللي في وسط الدينامو، في وسط الانترناتير، في وسط المولد نتاع الكهرباء، تاكلوا ساعات، تاكلوا اثنين وساعات تاكل واحده بواحده. هما الاغلبيه تو عندك تلقاها تاكلت واحده بواحده، هذه او الاثنين مع بعض. هذا اذا كان هو الالترناتير تقدر يعني تغيرهم في مكانهم، لان السياره ما صورتليش الموتور انت، ممكن صورت لي الموتور على الاقل نعرف شو هو الموتور اللي عندك بالضبط، والالترناتير وين راكب، ممكن نزيد نعاملك اكثر. هذه الشربونات نتاع الالترناتير، هذوما ساعات يتعبوا او يتاكلوا واحده بواحده، ما يتاكلوش الزوز، او يتاكلوا اثنين. هذه يعني هذه حاجه ثانيه اللي تعملها. هما نفسهم هذوما يخدموا على اندوي، ساعات الاندوي نفسه يتاكل. هذا الاندوي، هذا النحاس نتاع الاندوي ساعات يتحفر، يتاكل واحد بواحد، يتحفر هذايا. هذا تلقى واحدة تحفرت وواحدة لا، تبدا حتى هي كيف تعطي في الشارج ضعيف، هكا علاش تغمز زي البطارية وتشارجي، وتشارجي يعني تطفو انت تكتلالي هي طبعا، انت دوران الموتور يزيد اكثر، يولي تعطي حتى كانت تكون شربونة واحدة، يولي يجهد عليها هي فقط. هذه العملية اللي عندك يعني بالنسبة لهذه، يقدر ياخذ لها، يقدر يفك الساعة قبل، كان يلقى هذوما الحاسات متاكلين. احنا في تونس نخدموهم عند الخراط، نخدموهم نبدلوهم الحسادهم عند الخراطات. وفما اماكن اخرى في بعض البلاد يتباع هذا ويتلحم في الاندوي، هذا يتباع واحد ويتلحم في الاندوي. اذا كان لقى هذا سليم يولي يبدل، كان الشربونات فقط يبدل الشربونات هذوما فقط. فما اللي يحب ياخذ بورت شربون كامل، نقول احنا يعني قطعه هديه كامله بورت شربون اذا كان مش غاليه، ياخذها كامله احسن، لان فيها حكمه خير يعني تكون. واذا كان ما فيش ياخذ كعبتين شربون هذوما الخاص، والكهربائي يلحمهم في مكانهم ويرجع ركب، يحاول تمشي عملية لبس. وماذا بينا خبرونا كي تبدأ في حاجة صحيحة ولا مش صحيحة، خبرونا باش غيركم يستنفع. إن شاء الله تنفعكم حاجة كما هيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعندي أنا سيارة يعني دي سي، عندي سيارة دي سي عمل عليها فيديو كيفاش بدلت البورت شربون في مكانها، يعني ما غير ما فكيت الانترنتات. كانت تقدر تعمل العملية هذه وحدها، كانت تنجم تعمل العملية هذه في مكانها وحدها، أعملها سألها باش نحط لك الفيديو متاعها بالضبط. يعني اللمبه الحمراء دي ما تشعل وتطفى، تشعل وتطفى، يعني يعني ديباناج، يعني ك يعني يعني عمليه اوليه للانسان باش ما يقعدش ملوح في مكان معين. كعمليه مبدئيه يقدر يفك اللقطة هذه، يبدو ما في شيء، ما يشد شيء اللقطة هذه، بعد ما يفك البونات نتاع اللي شادين الكابل هذه نتاع البطري، وينحي الفيشه ويجبده ويخرج معاه، ما في شيء، ما شادوا شيء، يجبده يخرج. كي يخرج يلقى هذه البورت شربون، هذه اللي هي فيها الشربونات، فيها ثلاثة بونات شادينها، اللي هم واحد اثنين ثلاثة، يفكهم ويجبدها. كي يجبدها ويشوف الشربونات، شفتوا هنا الشربونات ميتين ما عادش فيهم. باهي هنا عندنا الاندوي تعب شوية لا محال، لكن الإنسان كان باش يديباني روحه يعني باش ينجم باش يخدم بها أو باش يواصل بها لمكان معين، على الأقل ينجم يبدل الزوج شربونات هذوما اللي هما كما هذا، هذوما اثنين ينجم يبدلهم، يعني بالحام هنا شوي الحام هنا، وبدل كل كعبتين يبدلهم وحدهم، ويواصل بها على الاقل اني يبدل الاندوي هذايا او يبدل الانترنتير كامل. تشوفون الاندوي كيما يتاكل، هذه عمليه مبدئيه في والمحرك راكب، يعني والانترنتير راكب في مكانه في المحرك، كيما الانترنتير راكب في المحرك فيها شويه صعوبه، لكن ينجم الانسان يديباني راسه ويركب حاجه كيما هذه ما فيها شيء. قبل ما يركب هذوما الشربونات، فما الاخطاء هذه لازم ينحيه، اللي هو يغطي على الشربونات هذه، يغطي على الشربونات هذوما، شفتهم يغطي هنا، يجي يغطي على هذا هنا، شفتوا يغطي هذا، يغطي على الشربونات، شفتوا هذا يفكه، يجبد هكا يبدا ويجبد البور شربون من مكانه. وفي التركيب كيف يركبها هي الاولى، بعد يركب الاخطاء باش ما يكسرش الشربونات هذوما. وشوف
باش على الاقل يواصل بها ويكمل بها المشوار اللي واحد شبيها لين يبدل دينامو كامل ويصلح اموره. نقدر نحطوها هذيك هكاك في بلاصتها مكانها من غير غطاء، وبعد نخلطوه الغطاء ونركبوا البنات نتاعنا هما الثلاثة هذوما. هاي ركبوا طبعا كبسنا الثلاثة بنات هذوما اللي يشدوا البورت شارمون، نجيو للغطاء هذايا اللي هو علاش يخلوا الغطاء هذايا لبرا؟ باش أنت تشوف الشارمونات دخلوا مكانهم ولا لا، وإلا فما مسمار تحطه هنا، تحطه قبل ما تحط الشارمونات في بلاصتهم، يعني تحط طرف تل ولا مسمار وتحطها. هذا من هو هيك افضل انك الناحيه هذه وتشوف الشرمون داخل من وسطهم ولا، وترجعها هي في مكانها عندها حرف تدخل فيه، شفتوا عندها حرف تدخل فيه اه كذا، دخلها تغطيها بها الشرمونات وتقعد غاديك ما عاد فيها شيء، ونرجع ركبوا الكوس الباتري نتاعنا اللي هو والفيشه نتاع الشارج ونجربوا نخدموا الانترنتر نشوفوا يشارجي ولا لا. تركب عليه ساق قبل ما هذاك ركب اه كملنا خدمناها تو بالله بلاش غطاء لان باش نشوفوا اللي ترى العمليه نجحت ولا لا. طبعا لاباس يعني توا الشارج ولا رجع يشارجي وما عادش فما حتى مشكل، نقدروا نرجعوا احنا من الغطاء نتاعنا وكل شيء. ان شاء الله تنفعكم حالكم هيك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.